السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد المدفون من قناة Learn English with أحمد. اليوم معنا درس جديد ومحادثة عن التسوق Shopping. قبل ما نبدأ هذا الفيديو أدعوكم إذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة أدعوك للضغط على زر الاشتراك وزر تفعيل تشغيل الجرس لمشاهدة المزيد من الفيديوهات. طبعا المحادثة بعنوان التسوق Shopping. Maria wants to buy a blouse and a t-shirt. She goes to a shopping mall where she enters one of the shops. تريد ماريا أن تشتري بلوزة وتيشيرت. تيشيرت هو طبعا قميص مسكم. وتذهب إلى مركز التسوق زي السوق يعني بس كبير مليء بالمحلات حيث تدخل أحد المحلات. المحادثة مكونة من طرفين shop assistant بائع المحل بائع في المحل وماريا. shop assistant may I help you هل أنا أخدمك أو كيف أستطيع أن أساعدك طالما المتحدث المخاطب شخص مؤنث. yes I am looking for a blouse and a t-shirt. I am looking for a blouse and a t-shirt. نعم إنني أبحث عن بلوزة وقميص مسكم. طبعا t-shirt التي قبل الشيرت تدل على أو ترمز له إنه قميص مسكم. shop assistant okay what color would you like. okay طيب what color would you like. what color would you like ما اللون الذي ترغبين به أو ماذا ترغبين من اللون. ماريا I really want a red blouse and grey t-shirt. I really want a red blouse. أنا حقا أريد بلوزة حمراء and grey t-shirt وقميص نسكم من اللون الرمادي. يرد What size do you need? What size do you need? What size do you need? ما المقاس الذي تحتاجينه أو ما هو مقاسك بصيغة أخرى أو بترجمة أخرى تدل على نفس المعنى طبعا. ترد medium please المقاس المتوسط من فضلك. shop assistant how about this one ما رأيك بهذه how about this blouse ما رأيك بهذه البلوزة. What kind of material is this? What kind of material is this? ما هو المادة ما هي المادة المصنوع منها هذه؟ Cotton. Cotton تعني من القطن مصنوعة من قطن. Can I try it on? Can I try it on? هل لي أن أقيس هذه؟ هنا try it on يجرب علي بمعنى يقيس. Try it on فعل مركب بمعنى يقيس. طبعا قابل للفصل عن المفعول به. Can I try it on? هل استطيع ان اقيس هذه؟ Sure. The dressing room is over there. The dressing room is over there. The dressing room غرفة اللبس is over there. هنالك غرفة القياس. Sure طبعا بالتأكيد. Thank you very much. Thank you very much. شكرا جزيلا. You're welcome. على الرحب والسعة. Maria goes and tries the blouse on. Maria goes and tries the blouse on. Maria تذهب وتجرب البلوزة. Maria. Okay, I'll take it. أو I will take it. طبعا I'll take it اختصار من I will take it. طبعا تعرفين will انه هو مودل فيربس او مودل فيرب يسمى بالعربي الافعال الناقصه يعني will should could would may might ought to must have لها تبع مجموعه ثانيه. المهم okay I'll take it how much is it. okay I'll take it how much is it. نعم سوف أخذه بمعنى أو بسياق يدل أنها سوف تشتري. How much is it؟ هنا يقال كم سعر هذا أو بكم سعرها. It's
$56. It's $56. إنها تكلف أو إنها $56. Okay. Do you have a grey t-shirt? Do you have a grey t-shirt? إذن أو طيب هل لديكم قميص نسكم رمادي؟ I'm sorry, we don't have one in stock. I'm sorry, أنا آسف, we don't have one in stock. لا يوجد لدينا واحد في المخزون, stock مخزون أو في المستودع. Would you like another color? Would you like another color? هنا يقول لها هل ترغبين في لون آخر؟ يعني نفس القميص النسكم ولكن بلون آخر. No, I really want a grey one. No, لا بمعنى لا أريد. I really want a grey one. أريد قميص رمادي أو اللون الرصاصي. رمادي رصاصي هو طبعا هو لون واحد بس مختلف المسمى حسب الدول. هنا one ترمز للقميص, لأن في اللغة الإنجليزية لا يستلزم عين التكرار, تكرار الاسم اسم اسم القميص, فمتكرر تقول one grey one قميص رمادي. I really want a grey one. أنا حقا أريد قميص رمادي. We should receive a shipment next week. We should receive a shipment next week. ينبغي علينا أن نستلم شحنة الأسبوع القادم. Shipment شحنة, receive نستلم أو نستقبل. Maybe we will get some grey t-shirts then. أو ممكن هم يقولوا بدل then by then, وكلهم صحيحين. Maybe ربما we will get some grey t-shirts then أو by then. ربما سوف نستلم أو يكون لدينا بعض القمصان نسكم بحلول ذلك الوقت. Then أو by then بحلول ذلك الوقت, كلاهما صحيحين, لكن أشوف by then إنها فيها دقة أكثر بالمعنى, حيث إنه تقول إنه بحلول ذلك الوقت, by then بحلول ذلك الوقت اللي هو الأسبوع المقبل. Okay, I'll check back next week. Okay, طيب, okay أو تمام. I'll check back next week. سوف أتفحص أو أأتي لأشيك على هذا القميص في الأسبوع القادم. طبعا هو ما كرر هنا, هي ما كررت هنا القميص, بس سوف تشيك أو أنها تمر على محل الأسبوع القادم, next week الأسبوع القادم. والآن الجزء الأخير من المحادثة. Maria pays and leaves the store. Maria pays and leaves the store. Maria تدفع وتغادر محل. لاحظت في هذه المحادثة أنها تركز كثيرا على المضارع البسيط, حيث استخدم الفعل كثيرا مع singular nouns أو singular subjects like Maria. Maria subject يعني ضمير فاعل حل محله اسم Maria. وطبعا في قبل نختم الفيديو نعطيكم المفردات اللي تم استخراجها من هذه المحادثة. blouse بمعنى بلوزة, size مقاس, dressing room أو fitting room كلاهما نفس المعنى بمعنى غرفة القياس, try on أو try something on يقيس الملابس, out of stock غير موجود, هذا مصطلح بمعنى غير موجود. Shipment شحنة عبارة عن ملابس جديدة. Check back يسأل مرة أخرى, يعاود نفس المحل يسأل ويتفحص عن المنتج الذي سأل عنه في المرة الأولى.